بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 84 لاباج 84. او ديبي دو لاباج في اول الصفحة اونا دير اون بويزي قول قصيدة كما لو نقول قول شعر. اذا عندنا ان بابيون. ان بابيون المقصود به فراشة. اذا ان بابيون سور ان بالون على كرة. Le ballon prend feu et le papillon pond des œufs. Un papillon sur un ballon. Le ballon prend feu et le papillon pond des œufs. Et donc, comme on a, un papillon, al maqsoud bi faracha, sur un ballon, ala kura. Et donc, un papillon sur un ballon. Farachatun fawqa ballon, farachatun fawqa kura, ou bel ahra, فوق بالون. طبعا النفاخة اللي تنعرفو ممكن أن تسمى أيضا بالون. فعندما نقول أن بالون المقصود بها هاد الأشياء بما فيها الكرة. وعندما نقول إن بال وعندما نقول إن بال إن بال المقصود بها هاد الأشياء بما فيها الكرة أيضا. إذن هنا عندنا Un papillon sur un ballon. Farachatun fauqa ballon. Farachatun fauqa ballon. Le ballon prend feu. Le ballon prend feu. Et maintenant, le ballon prend feu. Et le papillon pond des œufs. Le ballon prend feu. Et le papillon pond des œufs. لاحظوا معي هذه الصورة. عندنا واجهة منزل تحترق. واجهة منزل تحترق. لاحظوا معي une façade prend feu. Une façade prend feu. إذن واجهة prend feu. كما نقول تأخذ النار. Le feu المقصود بها النار. إذن عندنا une façade prend. هذا le verbe prendre. يعني أخذ. Je prends un stylo. Je prends un stylo. يعني أنا أخذ قلما. هنا المعنى معنوي. هنا المعنى معنوي. إذن une façade prend feu. يعني أن واجهة المقصود واجهة منزل تأخذ نارا. المقصود أنها تحترق. في الصورة الموالية نفس الشيء. عندنا une montre golfière. عندنا une montre golfière prend feu avec 16 personnes à San Borg au Texas. عندنا هذا المنطاد الذي يسمى une montre golfière prend feu. يعني أنه يأخذ النار. المقصود أيضا أنه يحترق. avec 16 personnes مع 16 شخصا أسامبور على متنه. أسامبور يعني على متنه أو تكساس بمدينة تكساس طبعا بأمريكا. إذن عندنا هنا إن موند غولفيغ برون فو. إذن المقصود منطاد يأخذ نار. منطاد يحترق. نفس الشيء في الصورة الموالية. أن كاميون برون فو أريمس. شاحنة تأخذ النار كما نرى في الصورة أريمس بهاد المدينة. شاحنة تأخذ نار المقصود أنها احترقت أو تحترق. كما نرى في الصورة الأخيرة عندنا une voiture prend feu à moins lé. سيارة تأخذ النار المقصود سيارة تحترق à moins lé. يعني بهاد المدينة. على النص الذي عندنا le ballon prend feu. إذن البالون يحترق. Et le papillon pond. C'est le verbe pondre. C'est le verbe pondre. يعني هذا فعل باض. إذن et le papillon pond des œufs. والفراشة تبيض بيضات. والفراشة تبيض بيضات. إذن un papillon sur un ballon. Le ballon prend feu et le papillon pond des œufs. ننتقل إلى الفقرة الموالية
vivre ensemble, يعني فلنعيش مجتمعين أو العيش جماعة كما قلنا. vivre المقصود عاش في مكان ما أو أنه يحيا في مكان ما مثلا. إذا نتكلم عن vivre ensemble، العيش مجتمعين أو فلنعيش مجتمعين. إذا que fait-elle؟ que fait-elle؟ pour la première image، que fait-elle؟ بالنسبة للصورة الأولى، que fait-elle؟ ماذا تفعل؟ que fait la petite fille de la première image؟ ماذا تفعل البنت الصغيرة في الصورة الأولى الخاصة بالصورة الأولى؟ إذا que fait la petite fille de la première image؟ إذا ماذا تفعل البنت الصغيرة في الصورة الأولى؟ إذن la petite fille arrose les fleurs de son jardin. البنت الصغيرة تسقي زهور حديقتها. إذن la petite fille arrose les fleurs de son jardin. البنت الصغيرة تسقي زهور حديقتها. إذن elle arrose les fleurs de son jardin. هي تسقي زهور حديقتها، هي تسقي أزهار حديقتها. Et pour la deuxième image، وبالنسبة للصورة الثانية، que pouvez-vous dire du petit garçon de la deuxième image؟ que pouvez-vous dire du petit garçon de la deuxième image؟ que fait le petit garçon de la deuxième image؟ ماذا يفعل الطفل بالصورة الثانية؟ إذن il arrache sauvagement les fleurs dans un jardin public. Il arrache. يعني أنه يقلع. Il arrache. C'est le verbe arracher. Arracher une dent. يعني أنك تسل وتجذب سنا. يعني أنك تقلع سنا. C'est le verbe arracher. هنا عندنا il arrache sauvagement. يعني أنه يقلع sauvagement. كما لو نقول بشكل وحشي، يعني أنه يقلع كما لو نقول بشكل وحشي. تنتكلم على ليزانيمو سوفاج، يعني الحيوانات الوحشية. إذن هنا il arrache sauvagement، يعني أنه يقلع ليس بشكل حضاري. إذن il arrache sauvagement، يعني أنه يقلع بشكل وحشي les fleurs dans un jardin public، يعني أنه يقلع الأزهار في حديقة عمومية. Dans un jardin public. Le petit garçon arrache sauvagement les fleurs dans un jardin public. Le petit garçon arrache sauvagement les fleurs dans un jardin public. الطفل الصغير يقلع بشكل وحشي الأزهار في حديقة عمومية. À votre avis, في رأيكم, à votre avis, quelle est l'image qui représente le bon comportement? Quelle est l'image qui représente le bon comportement? إذن ما هي الصورة التي تمثل أحسن تصرف؟ ما هي الصورة التي تمثل التصرف الحسن؟ التصرف الجميل، التصرف المحمود. Quelle est l'image qui représente le bon comportement? Bien sûr, c'est la première image. C'est la première image. إذن هي الصورة الأولى. إذن je retiens. Je retiens. Je retiens. كما لو نقول أبقي لنفسي أو أحتفظ بمعنى آخر. المقصود من كل الذي قلنا هناك بعض الأمور التي علينا أن نأخذها في الحسبان. هناك بعض الأمور التي علينا أن نحتفظ بها ونأخذها في الحسبان. إذن je prends soin des plantes. إذن من الأمور التي علي أن أبقيها لنفسي وأحتفظ بها وأتذكرها دائما ما هي؟ je prends soin des plantes. je prends soin des plantes. يعني أنا آخذ عناية للنباتات. أنا آخذ عناية للنباتات. المقصود أنني أعتني بالنباتات. لاحظ معي هنا عدنا الفيرب بروندر مرة أخرى. رأينا قبل قليل لو بالون برون فو.
Le ballon prend feu. الباالون يأخذ نارا. المقصود أنه احترق. هنا عندنا je prends soin des plantes. يعني أنا أخذ عناية بالنباتات. المقصود أنني أعتني بالنباتات. إذن كما تلاحظوا بأن le verbe prendre ممكن أنه يأتي في عدة معاني مجازية. إذن je les arrose et je ne les abîme pas. Je les arrose et je ne les abîme pas. Je les arrose et je ne les abîme pas. Et je ne les abîme pas. Et je ne les abîme pas. Je les arrose. طبعا نتكلم عن le verbe arroser. Arroser يعني أنك تسقي. ومنها كلمة arrosoir. L'arrosoir. Voilà, regardez la petite fille. Et donc la petite fille arrose les fleurs par un arrosoir. Par un arrosoir. Et donc la petite fille dans la première image arrose les fleurs par un arrosoir. يعني أن البنت الصغيرة في الصورة الأولى تسقي الزهور بهذا الإناء الذي يسمى arrosoir. Et je ne les abîme pas. هنا عندنا le verbe abîmer. Abîmer المقصود به endommager. Le verbe abîmer veut dire endommager. يعني المقصود أفسد أو أتلف. إذن le verbe abîmer كما لو نقول endommager المقصود بها أفسد أو أتلف. إذن عندما نقول je ne les abîme pas يعني أنا لا أتلفها. لا أتلفهم كما عندنا هنا. عندنا لي. هاد لي تتعوض الزهور. Je ne les abîme pas. المقصود je n'abîme pas. Je n'abîme pas les plantes. Je n'abîme pas les plantes. يعني أنا لا أتلف النباتات. ومادام أننا ذكرنا النباتات إذن سأقول سأعتني بالنباتات. أنا أسقيها ثم أنا لا أتلفها. إذن سأقول je les arrose. هاد لي تعوض هاد لي بلونت. إذن je les arrose يعني أنا أسقيها. في الأصل هنا عندنا j'arrose les plantes يعني أنا أسقي النباتات. ولكن باش ما نعودوش النباتات تنقولوا je les arrose يعني أنا أسقيها. Et je ne abîme pas. إذن غتولي عندنا et je n'abîme pas les plantes. وأنا لا أتلف النباتات. تاهي غنعوضوها كما رأينا مع le verbe arroser. Je les arrose. غتولي عندنا et je ne les abîme pas. وأنا لا أتلفها. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.